مرحبا. ترهل الوجه والبشرة هي من علامات تقدم العمر اللي تكون لها تأثيرات كبيرة، منها تأثيرات على شكل الإنسان وأيضا تأثيرات نفسية كبيرة. علاج هذه المسألة بالطرق التقليدية اللي هي العمليات الجراحية وما صاحبها من مضاعفات كبيرة مثل ترك ندبات، نحتاج إلى بنج عام، تحتاج إلى فترة نقاهة طويلة، وأيضا هاي تكون مكلفة من الناحية المادية. ولكن مع تقدم العمر والتكنولوجيا ظهر عندنا جهاز اللي هو جهاز الهايفو أو الهاي فوكس انتنسيف التراساوند. هذا الجهاز ممكن نحل هذه المسألة بطريقة بسيطة بدون مشاكل، بدون فترة نقاهة وفترة قياسية، أيضا ما يكون مكلف من الناحية المادية. ومن الشركات الرائدة اللي كانت بهذا المجال هي شركة جلاسس اللي أنتجت جهاز الألترا فورمر. اللي هو جهاز متقدم، تقنية حديثة جدا، ممكن يعالجنا هاي المشكلة بشكل جيد وبفترة قليلة وبدون أي مشاكل. مع تمنياتي لكم في الصحة والجمال الدائم.